الطلبيه دي ما راحتش الاوتيل ليه؟ دي كان المفروض تبعت النهارده الصبح. الطلبيه راحت الاوتيل وكله تمام يا محمود بيه. راحت ازاي وهي لسه في المخزن اهي؟ ما هي البضاعه دي بتاعت مخزن 13. مخزن 13؟ البضاعه اللي في مخزن 13 دي بايظه اكسباير، ازاي بعتوها الاوتيل؟ والله دي اوامر سعيد بيه. ايه اللي انت عملته ده يا استاذ سعيد؟ طب هكلمك بعدين. سلام. ايه يا ابني ازاي تخش كده من غير ما تخبط؟ وانت ازاي تورط بضاعه انتهت مده صلاحيتها لعميل مهم من عملاء الشركه؟ حبيبي الطلبيه اتبعتت واستلموها وخلاص. استلموها ازاي؟ بقول لك دي بضاعه بايظه، احنا حاطينها على جنب عشان تتعدم. استلم استلم، انت حامق نفسك ليه؟ وسمعتنا، سمعه الشركه. واحنا مغسلين وضامنين جنه. البضاعه خارجه من عندنا زي الالماس، والناس استلمت، باظت عندهم. يشربوها؟ يشربوها ده ايه؟ بقول لك البضاعه بايظه. وانا بقول لك يا استاذ محمود تتفضل على مكتبك وتشوف شغلك، مالكش دعوه بالحاجات دي، دي سياسه عليا انت مالكش فيها. لكن يا استاذ سعيد الكلام ده اتفضل يا استاذ محمود على مكتبك، انا مش فاضي لوجع الدماغ ده. اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ وليد؟ ازاي حال حضرتك؟ ايه يا راجل المفاجأة الحلوة دي؟ لا حلوة ولا وحشة، يصح اللي انتوا عملتوه معانا ده يا محرم بيه. وخير؟ محرم بيه الصداقة اللي بيني وبينك شيء والشغل شيء تاني خالص. الله، في ايه بس يا استاذ وليد؟ يصح تبعتولنا طلبية بايظة؟ ده احنا اوتيل فايف ستارز، ده احنا أكبر اوتيل في البلد، لما أقدم خدمة العميل بالشكل ده عاوزه يعمل ايه؟ ده يترفع علينا فيها 100 قضية تعويض، يبقى في الاوتيل أحسن. الله، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مستر وليد؟ ده انتوا لسه من كام اسبوع بعتين لي جواب شكر بتشكرونا فيه على المنتجات المتميزه اللي احنا بنوردها لكم. الظاهر بقى انكم استغنيتوا وما عادتش تفرق معاكم. محرم بينا اسف، انا جاي ابلغك ان احنا خلاص هنفسخ العقد اللي بيننا، ولعلمك دي رغبه المدير الخواجه اللي عندنا وهو كمان مصر على كده. عن اذنك. ايوه يا استاذ سامي، ابعت لي سعيد دلوقتي حالا. لا في يا سعيد مالك؟ اسمع بقى يا بيبرس، محرم بيه بعت لي عنده في المكتب وشكله كده ناوي على الشر. وانا النهارده مزاجي زي الزفت، مش ناقص اتسرقت امبارح بالليل من البيت. طب اهدى اهدى بس واحكي لي ايه اللي حصل. انا مش عارف ايه اللي حصل يا بيبرس. بص، هو ضربونا خلاص، ولما بيتفتح محدش بيقدر يقف قدامي، عشان كده لازم تيجي معايا، لان انا النهارده مش في حالتي الطبيعيه، ممكن تحصل مجزره. خلاص يا سيدي خلاص، اتفضل قدامي، انا اصلي جايبك الشركه دي عشان احل مشاكلك انت وبس. يلا يا خوف يلا. لو سمحت مستر وليد مدير الاغذيه والمشروبات. اتفضل حضرتك، اخر الكوريدور يمين. اتفضل. طب بعدين احنا هنخلص الموضوع ده، هذا الموضوع مش كبير خلاص. طب خلاص نتكلم وقت تاني. يلا مع السلامة. صباح الخير يا فندم. ايوه محمود لطفي الجنايني من مجموعة شركات الدميري. لو محرم بيه اللي بعتك وروح قول له انا اسف، احنا خلاص فسخنا العقد. بس زي ما انتش مكسوف من نفسك، اوتيل متعاقدين معاه بقى لنا 7 سنين ما حصلتش غلطة، عمرهم ما اشتكوا مننا، كل شهر كانوا بيبعتوا لنا جواب شكر، تقوم تيجي انت بعد شهر واحد من تعيينك في الشركة تتسبب في فسخ العقد. هم دول الموظفين الأكفاء اللي انت جايبهم لي يا استاذ بيبرس؟ انا هخصم منه 10 ايام، مخصوم منه 10 ايام، هو وكل قسم التوريدات كمان هتخصم منه. انا عايز تحقيق في اللي حصل ده ضروري. انا عايز اعرف الحاجات دي خرجت من مخزن الشركة ازاي؟ كان فين قسم مراقبة الجودة؟ انا عايز اعرف اللي حصل ده حصل ازاي؟ يا محرم بيه، انا ساكت من الصبح بقى مش عايز اتكلم. هتتكلم تقول ايه؟ بصراحة بقى المسؤولية كلها بتقع عليا لان انا مدير القسم، بس انا بقى ماليش علاقة بالحاجات اللي اتسلمت دي، واللي سلم الحاجات دي موظف اسمه محمود الجنايني، الموظف اللي حضرتك معينه. محمود؟ ايوه يا استاذ سامي، ابعت لي محمود الجنايني على مكتبي حالا. بتقول ايه؟ مش موجود؟ اه مش موجود طبعا، الباشا بيجي الصبح يشرب فنجان القهوة ويمضي وبقية النهار كله ما نشوفوش. طيب يا استاذ سامي انا هكلمك بعدين. الو. ايوه يا استاذ وليد،
بتقول ايه؟ محمود؟ يا باشا ما انا عمال اقول لسيادتك من الصبح مش مصدقني. انت تخرس خالص. ايوه يا استاذ وليد. ايوه انا معاك. يا محروان بيه انت عندك واد ما حصلش. والله العظيم احنا كنا فسخنا العقد فعلا وكان فاضل على التوقيع الاخير. لكن جه الاستاذ محمود ما تعرفش خلانا ازاي كلنا نرجع في قرارنا. ما هو قبل ما يجي بعت لنا طلبيه تانيه وبعت بوكيه ورد واعتذر للمدير الخواجه. يعني تقدر تقول بلغتنا احنا كده بلفنا. لا 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 خلاص يا محروان بيه، انا اعتبر اللي حصل ده كانه ما حصلش، بس اوعى تتكرر تاني. طيب طيب، انا متشكر جدا يا استاذ وليد. مع الف سلامه. اهو شرف سعاده الباشا اهو. وريني بقى هتعمل معاه ايه؟ تعال هنا يا استاذ محمود. محرم بيه انا كنت عايز اقول لحضرتك ما تقولش حاجه خالص. انت ليك علاوه 100 جنيه ومكافاه شهر. ايه؟ مكافاه ايه يا باشا؟ ده هو السبب في كل اللي حصل. وانت ليك خصم 10 ايام زي الاستاذ بيبرس ما قال. اتفضل على مكتبك يا فندم.